باص الطفل قهوة تبع في الرايحة والجاية لصنعة في يدي لحرفة عايش بالسهر ودعاوي الولدة تمنيت هكا نجي مرة وما لقيتش في القهوة. ايه حتى انا بصح ما فهمتش على ديما نولي. روح دير سبور ولا تعلم حرفة ولا ما على باليش. دير حل روحك. يا اليامات هادو راني نسمع بزاف الراب. راني نجي القهوة باش نكتب لي بارول. نعت راه واش كتبت؟ اما الجهال خلي حتى نكملها. قول لي برك على واش تحكي الغنية. يتحكي على لي رابير جديد راح نشبه مكل. واش داك للناس؟ كيعاد هادو لي رابير الكل يشبوا بعضهم مالا. ندخل في النص كعاد انا رابير جديد نشب لي رابير جديد سما راح تبرع حتى ثاني. ايه ياك انت جديد في الراب؟ لا ايه بالشاح انا نعرف نغني. كيف تعرف تغني؟ ها واحد ما سمعك يخليني على راك طيح لي في المورال. خلاص ازيدي قول لي برك واش راح تسمي روحك. كيف يخلي لي رابير كل يديروا اسم زعما عنده معنى. كيما ايميناي وفيفتي شانك وهذا كيك شيك شيك شانزاشيون. واش راك تهدر؟ يا هذو اسامي تاع لي رابير. يا على بالي بصح على راك تعذب في اساميهم. قول لي واش راح تسمي روحك انت؟ مازال ما خيرتش. عندي جوج في راسي كي ندي الشيدي نقول. يقول لي برك بالك نعاونك تخير. شوف كاين جوج بصح عجبني الثاني تبان لي راح نخيره هو. يهدر اسيدي وشي هو؟ خلاص اسمع مليح. الاول يانيس اسكوبار. هو الثاني يانيس البوشي. ها فعلا يانيس تبونه يخليني نهدر. روح سيدي. الثاني هذا اللي عجبني. ايه كاش نهار تسمع بيا فلاتيلي يعيطولي يانيس لا شويش. واش بيك تضحك؟ ديجا انت ما تفهمش للراب. خلاص لا راح نقولك والو بصح تبان لي لازم تلقى اسم ما فيهش الاس بزاف. علاه زعما ما على بالكش بواش باللي الاس ما تنطقوش نورمال وباللي راك السلوس ولا ما على باليش كيقولوها. مانيش السلوس. سقسي امك ولا واحد قريب ليك دوك يقول لك. بصح فهمني علاه لا سويس. ان شاء الله كي نولي معروف وعندي الدراهم نروح نحرق لا شويش. كيف الحاجه الوحيده اللي راح تحرقها انت هي راسي على بالك. ودي جالا كان عندك الدراهم عليها تحرق. كي عاد في الغرب يقيموا الفن وفي بلادك الجديدة اللي راك تحمي عليها ما يقيموش هكا. لا لا هو لازم لي قهوة باش نفهم وش يدور في راسك لا سويس خويا. يانيش يانيش لا سويس. حطينا قهوة خويا تعيش. واش بغيت؟ كيف واش بغيت؟ واش بغيت؟ بغيت قهوة. جبت التيكي. وش من تيكي راك تحكي ليه؟ بدلو سيستام شي لازم تسلك وتجيب تيكي باش نسربي لك قهوة. وعلاه؟ كاين بزاف هم ياكلوا ويشربوا ويروحوا بلا ما يسلكوا الشاي. السلام عليكم. عطيني قهوة تاعي حمر ديكال. دقيقة تكون عندك الحال. ياهو هو ما جابش تيكي. واش راك تقول هذا؟ ياك تشوف قال لي جيب تيكي باش تدي قهوة. انا ما قالوليش جيب تيكي. يسكت علينا انت تكون هنا. عمر ما عرفت تشرب القهوة في طهربة. يا واحد الشاك معايا. انا جامي علاه؟ قهوة جيب ما فندي انا قهوة ما سلكش. ايه المرة اللي فاتت ديت تاي وما سلكتش شي. واحد الباندي ما تحشمش. يصبر وش بلع ما تحشمش. يا ولدي خليت الكلفين فوق طابلة هذيك النهار كي عاد لاكاس ما كان فيها حتى واحد كي جيت رايح. بلع ما تحشمش. يا راسك ابويا. يا نسخ انت شاهد كنت هنا تشفى خليت الفين هنا قبل ما نروح. شو كفايك ذب راجل ومطوط على كيبان باذنجان سبحان الله. انت اللي خليتها. يقال لي مو القهوة الفين هذي تاعك؟ قلت له هي. وعلاه تقول له هي؟ خي شفتني حطيتها. هي ما شفتكش باللي انت اللي حطيتها. انا لقيت الفين شريت بها تاعي. كيف هي؟ واش زعما انت كي تلقى الدرام تقول لا ايه كعد مش تاعك. شوف شكون مولاها قبل. خلاص اقوي دم ما تصدعوا ليش راسي دوك نزيد نسلكك فيها. يا البركوكس ما تحشمش. ما على باليش انا. اسكت ما تحشمش راسك مدار كي الخوخ الرمجة. خليني الحاج ولا والله نوصلك لي جيرجونس كيما المرة اللي فاتت. لو كان نحل عيني نلقى قدامي معليش البركوكس. الحاج ما تقلقنيش. الحاج راني نتعب. ما تزعفش البركوكس. المرة الجاية قولي نسلك لك كل شيء هنا. خلي خويا كويدر المرة الجاية يجي يعطيه ياكل ويشرب وماركي علي انا. اني هنا اخلي خويا. يوم كاين ولاد بزاف راهم ياكلوا ويماركيو عليك الحاج.
واش دخلك انت؟ يمكن عطاني القهوة تاعي بركان. القهوة اللي ما فتديها ما كانش الحاج. انا مسلعتوش. شوف نفهمك هالشي، القهوة اللي ما فتديها مخدومة في فرنسا وحنا قاطعنا المنتوجات الفرنسية، فهمت؟ توما ثانية قال لي واحد اديتو كورس البارح باللي قاطعنا فرنسا وفرنسا شبت الرسول. مليح مليح راني معاكم، عطيني قهوة تاع الجزائر مالهات نشرب نتاع بلادي لاش تنموت. حتى انا حبست الدواوات اللي عطاهم لي الطبيب وكل من فرنسا. حب تقتل روحك ولا كيفاش؟ انا حكمت رانديفو عند الطبيب باش نبدلها بدواوات الجزائر. هي لا بغيت الدواء تاع الجزائر، الرانديفو تاعك لازم تحكمو عند القزانة. كيما انا رحت المرابطة عطاتني الشب وقالت لي دهن روحك بزيت زيتون قبل ما ترقد وندير البيخة تاع البصلة في راجي كل صباح. والله ضربة ضربة لبواصر. وين نقول وش الروايح هذول راهم يضربون الصباح؟ بصح خلي البيخة يديروها في الراس ولا ها؟ وش دخلها في البواصر مالها؟ مانيش طبيب اخويا خويا. ربي يهديك الحاج. حتى انا بدلت التصويره تاع الفيسبوك باش نساند المسلمين. بعد وبعد عليا نيسد التصويره هذوك الدنيا تتقلب. فرنسا راهي تبكي ليل ونهار. زيد خبطهم بغنية رب باش تقتلهم فرد مرة. ايه والله فكرة جازوز. يجوك نكتب لي بارو. كلاب شبوا في الإسلام من بكري راح يعرقهم ربي وجدوا يحكيوا على رسول الله. والله ما نزيد نقيس حاجة تحم أعداء الله. يا يكون جينا قادرين على هلالة الحاج. وش عندك طوموبيل الحاج؟ عندي بيجو. شفت كيف الحاج؟ انا تبلي رجع الدواء تاعك خير ما يحبس قلبك. هاك تشوف ما من القمح تاع الخبز اللي ناكله كل يوم جاي من عندهم. انا ناكل حرشايا مالا. كيف الحاج من عندهم ثاني؟ ملي جيت القهوه هذه راح تحبسوا لي كلش. واش ندير؟ لا حاج ما حبستك والو، انا نفهم فيك برك باللي الناس تخدم وحنا ناكلو. شو واحد ما يكذب عليك هذا ما كان. قام رجل هندي قاطن بالعاصمه مساء اليوم بارتكاب جريمة قتل على أستاذ جزائري يدرس بابتدائية براعم الكرطوس، بعد أن قام الأستاذ بتقديم درس في كيفية ذبح أضحية العيد ناشرا فيديوهات لتلاميذه متمثلة في جزارين يذبحون بقرة. وعندما ذهب ابن الجاني إلى أبيه مشتكيا من فظاعة الفيديو الذي رآه أحس والده بالظلم وقام بقتل الأستاذ بسكين ثلاث نجمات، متحججا بأن الأستاذ كان يعلم بأن ابنه يعبد البقرة. وقام الرئيس عبد العزيز تبون بتصريح بعد الحادثة قال فيه أن الجزائر بلد مسلم وذبح الأبقار ركن من أركان الإسلام، وأمر أيضا بنشر صور لأبقار مذبوحة ومرجازات بقرية على واجهات المدن والقرى، مما أدى إلى غضب كبير لدى الجالية الباكستانية والهندية في الجزائر. والله سخفني على المرقاز، تبلي نروح ندير ساندويتش عند بطيبة. الخبز اللي يديروا فيه المرقاز القمح تاعو على بالك منين جا؟ ما يهمنيش، دوك نرجع الدواء والفيسبوك وكلش، مانيش قادر على وجع الراس هذا. أما لا جبناش في مرقاز معاك. وانت البركوكس، نجيب لك واحد. إيه قول لي الساعة واش قصدك بواحد؟ إيه واحد، ساندويتش خمس بنين. خلاص جيب لي جوج مرقازات كي يجي نخلصك. شتي المرقاز. خلاص ما بغيتش خلاص. هيا مالا نروح نجي. هرانا هنا الحاج معنا وين روحوا؟ حقا شفت بدلوا لنا الدستور. يوم بعد حاجه جديده. ها الرئيس اللي قبلوا بدلوا، الرئيس هذا بدلوا، الرئيس اللي راح يجي يزيد يبدلوا. وشفت هذاك؟ شفت هذاك الفيديو نتاع هذاك اللي شب في مونيا؟ اسكت علينا والله ماني باغي نحكي في السوجي هذا. خلاص خلاص. وشفت التصويره تاع المدرسه هذيك اللي زارها الوالي في بيتنا؟ وين هي؟ شوف. ايه ايه اخويا زعما يقراو بالايباد. كندا فراتي حيت نعرف وين جات المدرسه هادي. اي سيور هذيك لاصا مدايرينها سبيسيالين نعطوها المسؤولين كي يجيو تلقاها مع خرج الوالي عراو التلاميذ مساكن. ساعات نقول المسؤولين ما يخدموش كي عاد رانا حنا اللي رانا نخبيو عليهم في الميزيريه، هما راهم يقولوا رانا لاباس ما لا يخليو الحاله كيما راهي. انا لو كانت تشهر بالراب نولي مسؤول. اي لو كانت تشهر بالراب تاعك انا نولي نغني في الملاهي. علاش انت تغني؟ اي بصراحه نحبس الموسيقى تبلي حندورها كوميديا نضحك الناس. اوه ما ضنيتش انت صامت بزاف ما تضحكش. خلاص انا صامت. اي معليش انا حنبدا نكتب عليك. انا نكتب على يانيس لاسويس ونشوف ولا كان ضحك ولا ما ضحكش. دوك شوف يانيس لاسويس يولي معروف وتندم. Thank you.
بعد تصريحات رئيس الجمهورية بأن الجزائر لديها أحسن قطاع صحي في إفريقيا، هو الآن مصاب بفيروس كورونا وندعو له بالشفاء العاجل. وبسبب هذه الإصابة بالفيروس ذهب رئيس الجزائر عبد العزيز بوتفليقة، عبد العزيز تبون، ليتلقى العلاج في سويسرا، ليتلقى العلاج في ألمانيا. الجزائر القديمة والجديدة يشبهوا بعضهم بزاف. هاي سي رجلي داروه بدا يتخمج، راني حاس باللي الرئيس راح يموت. على حسب التاريخ الرؤساء المكروهين ما يموتوش. ايه ما كرهتي نتبلي راح نحرق لتونس وخلاص. ايش بيبا المرقز ما بقاش خلاص له، وايش بيه جهرنا معوج هكا. صح ريحه المرقز تضرب منك الحاج. انا اول تبلي راك تشم في ريحه البيخه اللي درتها الصباح. كليت المرقز كله جاي تحشينا الحاجه. حتى انا شميت ريحه المرقز حقا. تدينا كرش لتونس الحاجه البركوكس نديك الاقمر لا بغيت. بصح واش كاين في تونس؟ رايحين نعيشوا ثم الحاجه. انت ثاني راح تروح؟ ايه راح نروح انا وياني. في زوج اوه ما نقدرش، كاين بزاف السيكوس في طريق تونس والطريق مش مليحه تفسد لي شي سبانسيان. طريق مش مليحه ولا حاب تروح معاه وحدك؟ واش راك تقول ما فهمتهاش؟ ما نقدرش نحكي في السجيات هذو الحاج، الناس قالوا لي ما نقدرش نبارطاجيو قاعد حكايتك فيهم العيب. سينو نقول لك علاه راهم يتفرجوا فينا. ايه راهم يتفرجوا فيك ناس محترمين بزاف. ما تنساوش تابونيو باش تسمعوا الاغنيه تاع ياني شراه شوي شراهي جايه. سكت علينا انت. يا خلاص هيا مالك عاد انتوما محترمين نقولوا لكم تصبحوا على خير وبارطاجيو يوجو البق. وفي آخر خبر قام الرئيس عبد العزيز تبون بتهنئة الجزائريين بحلول الفاتح من نوفمبر برسالة وكادر، وترحم في الرسالة على آخر جيل من الرجال والنساء الغيورين على وطنهم، وحمد الله لأن الجزائر لم تنجب مثل هذا الجيل إلى يومنا هذا. والسلام عليكم، تصبحون عليه. يوم بسط فلقى هوا تبع في الرايحة والجاية، لصنعة في يدي لحرفة، عايش بصهر ودعاوي الوالدة، الكل يعرفني في البلدة، خاطي البلا ولا هدرة، وحط عيني على بنية، عينيها على اللي راه في الغربة.